أعزائي طلاب الصف الثالث الثانوي العلمي والأدبي، أهلا بكم في نص جميل يحكي قصة مغترب رحل عن بلاده بعيدا، لكن روحه ظلت تحن إلى منابت طفولته ومدارج صباه. إنه الشاعر نسيب عريبة في نصه الرائع المهاجر. ولد في حمص وتلقى تعليمه الابتدائي في مدارسها، ثم غادرها إلى الناصرة في فلسطين ليكمل تعليمه، وهاجر بعدها إلى نيويورك وأنشأ مجلة الفنون، أولى مجلات المهجر الراقية التي رفعت راية النهضة الأدبية وحملت مطامح منشئها بالتجديد، ثم أسهم في تأسيس الرابطة القلمية. عصفت به المصائب وأعيته الحيلة في تفسير تناقضات الحياة، فاستحوذت عليه الحيرة فأصبح شاعرها الأول، وأطلق اسمها على ديوانه الوحيد الأرواح الحائرة الذي أخذ منه هذا النص. مدخل إلى النص: لم تستطع الهجرة أن تنتزع الشاعر من وطنه الأم، لكنها شطرته نصفين ووزعته بين حاضر ينهك جسده وماض تحول إلى ذكريات تقض مضجعه وتملأه ندما على الرحيل، ولكن الفرح أخيرا يتسرب إليه فيضيء نفسه فترقص مرحبة برياح قادمة من الشرق حيث الفردوس الآسر. قصيدة بعنوان المهاجر للشاعر نسيب عريضة. أحاضر أنت أم باد، أمهتجر في الغرب، أو هائم في بيد قحطان؟ أكلما هبت الأرياح خافقة تجر في ذيلها أنفاس ريحان، حسبتها نسمات الشيح فانطلقت من أسرها زفرات العاجز الواني، وليس يرويك إلا نهلة بعدت من ماء دجلة أو سلسال لبنان، وحلم يومك في الميماس محتفل بالغيد والصيد في أعراس ندمان. من أنت؟ ما أنت؟ قد وزعت روحك في عهدين، من شاسع ماض ومن داني. أنا المهاجر ذو نفسين واحدة، تسير سيري وأخرى رهن أوطاني. بعدت عنها أجوب الأرض تقذفني منى، حففت لها ركبي وأضعاني. ما إن أبالي مقامي في مغاربها وفي مشارقها حبي وإيماني. صحبي
دعوا النسمات الميسة تلمسني، فقد عرفت بها أنفاس كثباني. تدفقي يا رياح الشرق هائجة، فأنت لا شك من أهلي وإخواني. هززت أغصان قلبي بعدما خلعت ثوب الربيع فماست رقص نشواني. كسيتها ورق الأشواق فازدهرت، خضراء يعبق منها روح نيساني. مهارات الاستماع. استمع إلى النص ثم اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. الفكرة العامة: تصوير المعاناة والشوق لإنهائها. بدا الشاعر في النص السابق متناسيا الآلام، مكتويا بنار شوقه، مندمجا مع واقع الغربة. الجواب: مكتويا بنار شوقه. عجزت الغربة في النص عن تخييب أمل الشاعر في تحقيق مطالبه، زرع الانكسار والخيبة في نفسه، انتزاع التلهف والحسرة من قلبه. الجواب: انتزاع التلهف والحسرة من قلبه. مهارات القراءة. ما الذي حمله الشاعر من غربته وظل حاضرا في ذاكرته؟ حمل الأسى والتمزق والحيرة والحنين والندم، وظلت حاضرة في ذهنه ذكريات الماضي في ربوع بلاده. ما الذي أثار مشاعر الشوق في نفس الشاعر؟ النسمات العليلة التي أتت من رواب بلاده محملة بطيب الأهل والأحبة، فزادته فرحا وشوقا. الاستيعاب والفهم والتحليل. المستوى الفكري. عد إلى أحد المعجمات اللغوية وابحث عن المعاني المتنوعة لكلمة هائم ثم معناها وفق سياقها في البيت الأول. هام فلان هياما اشتد عطشه، وهام بفلانة شغف حبا بها. هام في الأمر
تحير. هام الشخص على وجهه سار بلا قصد. الفرق في معنى كلمة الأرياح فيما يأتي. هبت الأرياح يميل مع الأرياح. الأرياح الهواء إذا تحرك. الأرياح الأهواء الرغبات. صنف الفكرة الآتية وفق الجدول. المعاناة من استمرار الرحيل. المعاناة من التمزق الروحي. الفرح بالرياح القادمة من الوطن. تصوير المعاناة والتوق لإنهائها. الفكرة العامة تصوير المعاناة والتوق لإنهائها. المقطع الأول المعاناة من استمرار الرحيل. المقطع الثاني المعاناة من التمزق الروحي. المقطع الثالث الفرح بالرياح القادمة من الوطن. هات مؤشرات من المقطع الأول على انتماء الشاعر إلى وطنه الأم سوريا وإلى وطنه العربي الأكبر. المؤشرات التي تدل على الانتماء إلى وطنه: حلم يومك في الميماس محتفل. فالميماس حي من أحياء حمص أبناء الطلبة. المؤشرات التي تدل على الانتماء إلى الوطن العربي الأكبر ذكر أمكنة بعينها: لبنان، بيد قحطان. عجزت الغربة عن زعزعة انتماء الشاعر إلى قيم وطنه الروحية والاجتماعية. مثل لذلك من المقطع الثاني: قيم روحية إيمان، فهو قد عاش في المشرق العربي المعروف بقيمه الروحية النبيلة التي تقدس الإنسان. قيم اجتماعية حبي، فهو الذي عاش في وسط مجتمع يتمتع بالمحبة والعلاقات الطيبة بين أفراده في الأفراح والمسرات وغيرها. تبدى توق الشاعر للعودة من خلال فرحه بالرياح القادمة من الشرق. وضح ذلك من المقطع الثالث: نسمات الشرق كانت تجدد الشوق والحياة والفرح والحنين في نفسه، وكأنها رسالة من أهله، فقد استشعر من خلالها أنفاس الأهل والأحبة الذين ابتعد عنهم جسداً، أما روحه فقد ظلت متعلقة بربيع بلاده. ثمة حقيقة مستقرة في نفس الشاعر حمته من الذوبان في بلاد الغربة. بدت في البيت التاسع: اذكرها وبين رأيك في قدرتها على صون الإنسان من عوامل الضياع.
الانتماء الأصيل للوطن يجعل المغترب متمسكا بأرضه ووطنه مهما كانت الظروف قاسية، وحبه لوطنه الجميل أظهره من خلال إقامته في بلاد الغربة، على حين أن حبه لا يزال في شرقه العربي الآثر. قال الشاعر المهجري رشيد سليم الخوري القروي: يا نسيم البحر البليل سلام، زارك اليوم صبك المستهام، إن تكن ما عرفتني فلك العذر، فقد غير المحب السقام. وازن بين هذين البيتين وما ورد في البيت الثالث من حيث المضمون، ثم بين معللا أيهما أكثر تأثيرا في نفسك. التشابه: كلاهما تحدث عن تأثير الغربة في نفسه، أو كلاهما تحدث عن أثر النسيم في نفسه. الاختلاف: القروي غيرت الغربة شكله وزادته مرضا، الشاعر نسيب عريضة جعلته الغربة عاجزا واهنا. القروي تحدث عن نسمات البحر، الشاعر نسيب عريضة تحدث عن نسمات الشيح. القروي النسمات ذكرته بمشاعر الحب، النسمات ذكرته بضعفه. إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم. أتمنى لكم طلابنا الأعزاء أطيب الأوقات وأسعدها.